الفنان الشاب حازم إيهاب صدم الجمهور صباح اليوم الثالث من شهر مارس 2020 بالخبر المفجع بوفاة طفله الرضيع بعد أقل من أسبوعين فقط على ولادته، حيث عانى الطفل الصغير من ثقب في القلب وتوفي بعد ساعات قليلة من خضوعه لعملية جراحية ثانية في القلب بعد اكتشاف ولادته بعيب خلقي ووضعه في العناية المركزة منذ الولادة يوم 18 فبراير الماضي. وتم تشييع جنازته اليوم بمشهد مؤثر ومبكي، حيث حمله والده بالكفن أثناء الجنازة التي حضرها عدد كبير من محبيه وزملائه من الوسط الفني. ولم يكن حازم إيهاب الفنان الوحيد الذي فقد طفله بسن مبكرة من الطفولة، إنما سبقه العديد منهم في الفترة الأخيرة، وأبرزهم الفنانة جمانة مراد والفنان أوس، بينما كانت الفنانة داليا البحيري قد فجعت بوفاة طفلتها قبل سنوات ماضية. الفنانة السورية جمانة مراد فجعت في شهر مارس 2021 بوفاة طفلتها الصغيرة ديانا التي لم تتم شهرها السادس، وأعلنت جمانة عبر حسابها بانستغرام عن وفاة طفلتها، حيث نشرت صورة لها أرفقتها برسالة مؤثرة وقالت فيها: الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنت بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا لا اعتراض على حكمك يا رب، والحمد لله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنة يا أمي. والجدير بالذكر أن الفنانة جمانة مراد كانت قد أعلنت في عام 2020 عن ولادتها للتوأم وهما علي وديانا، وقالت بأن ظروف ولادتها كانت صعبة، حيث رزقت بطفليها التوأم قبل موعد الولادة الأصلي بفترة، وتحديدا قبل يومين من الشهر السابع، وتم وضع التوأم حينها في الحضانة لفترة. الفنان محمد أسامة الشهير بأسعس فجع أيضا في شهر يونيو 2020 بوفاة طفله الرضيع بعد أشهر من ولادته بعد أن سقط على الأرض. وأعلن محمد أسامة أسعس نجم فريق مسرح مصر عن وفاة ابنه الرضيع علي بعد تعرضه لحادث سقوط في المنزل فقد على إثره الوعي قبل وفاته، وأحدث وفاة الطفل الصغير صدمة بين الجمهور والوسط الفني الذي تعاطف مع أسعس وزوجته، حيث قدموا التعازي لهما بكلمات مؤثرة ومبكية. الفنانة المصرية داليا البحيري فقدت أيضا قبل سنوات ماضية ابنتها عن عمر 8 أشهر فقط، وتحدثت في إحدى اللقاءات الصحفية عن تفاصيل وفاة ابنتها الأولى، وأكدت أن تجربة وفاة ابنتها كانت دليل على حب الله لها، وأنها تعرضت لأقصى درس في حياتها، كما أن ذلك الوقت الصعب لم تكن تعرف ذلك حتى هدأت واستوعبت ذلك الدرس. كما لفتت أيضا إلى أن ابنتها كانت مريضة، ولو كانت ما زالت على قيد الحياة كانت ستعيش حياة مختلفة بسبب ظروف مرضها، كما أنها كانت ستشاهدها تتعذب بمرضها، موضحة بأن الله عوضها بابنتها الثانية قسمة. ربنا يصبرهم جميعا على فراق أطفالهم، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.